السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم معايا في قناتي أكلنا بالمصري. إن شاء الله النهاردة هعمل طريقة بسيطة جدا للكفتة زي اللي بنشوفها في محلات الوجبات السريعة. في بعض المحلات بتسوي الكفتة في المية بطريقة بسيطة جدا، لكن بتدي للكفتة طعم مميز قوي. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير، لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو. هنقول بسم الله. واللي بحتاجه نص كيلو من اللحمة المفرومة، واي نوع من اللحمة ينفع، يعني اللحمة البلدي او اللحمة المجمدة المتاح منهم نقدر ان احنا نستخدمه. بحتاج لبصلتين بحجم متوسط هفرمهم في الكبة. بعد كده هحاول ان انا افصل المية بتاعة البصل، ودايما انا بستعمل الطريقة دي في فصل المية، طريقة سهلة جدا في ثواني بنطلع المية من البصل. كنت صورتها قبل كده في القناة، وان شاء الله هحط الرابط بتاعها في صندوق الوصف للي يحب يعرفها بالتفصيل. بعد ما حطيت طفل البصل على اللحمة، هبتدي احط اضافات بسيطة جدا، وهي عبارة عن الملح والفلفل الاسود والبهارات. هحط معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة او السبع بهارات. ودي كل الاضافات اللي احنا احتاجنا نستعملها، مفيش اضافات كتير. كمان طريقة التسوية سهلة قوي. لو احنا حضرنا كمية كبيرة وفرزناها، نقدر ان احنا نسويها في دقايق، يعني طريقة التحضير كاملة مش بتاخد وقت كتير خالص. بالنسبة للحمة، طبعا الطريقة دي الشهير فيها اللحمة المجمدة. محلات الوجبات السريعة او محلات الكفتة اللي بتستعمل طريقة التسوية في المية غالبا بيستعملوا اللحمة المجمدة، لكن احنا لو استعملنا اللحمة البلدي ضروري ان ما يكونش نسبة الدهن فيها عالية قوي. هخلط المكونات كلها مع بعض كويس قوي قوي. بعد كده هبتدي ان انا اعملها على شكل صوابع. نقدر ان احنا نعملها برضو على شكل كور صغيرة. ولو خلطنا المكونات بتاعت الكفتة في الكبة علشان تنعم شوية هيكون افضل بكتير، لان احيانا الكبة لما بنفرم فيها البصل مش دايما بيطلع ناعم قوي. بعد ما هخلص تشكيل الكفتة لصوابع او على شكل كور، هسويها على طول. هي مش بتحتاج ان هي نسيبها في التلاجة نص ساعة ولا حاجة. طريقة التسوية سهلة جدا جدا. الكفتة دي تنفع سندوتشات سريعة لو احنا رايحين للنادي او رحلات. طريقتها ما بتاخدش وقت خالص في التحضير ولا في التسوية. نقدر كمان نسويها ونفرزها، يعني مش هنفرزها وهي نية بس، كمان هنفرزها وهي نص سوا. يعني بعد ما احطها على البوتاجاز، مجرد بس ما تستوي نص سوا، هطلعها من الصينية وهسيبها تبرد، وهغلفها في اطباق وهشيلها في الفريزر. لما هطلعها هكمل تسويتها في دقيقتين بس، لان هي اصلا مش بتاخد وقت كتير في السوا على البوتاجاز. ومية الكفتة اللي سويتها فيها هحطها في كيس واجمدها برضو، ومجرد ما هطلع الكفتة من الفريزر علشان اكمل تسويتها هضيف لها كمية المية علشان تبقى بنفس الطعم ونفس التسوية. كده انا خلصت كمية الكفتة، هحطها على البوتاجاز من فوق مجرد دقيقتين بس. اول ما لونها يبتدي يغير وتنزل السوائل بتاعتها هضيف لها كوباية كبيرة من المية. كده الكفتة هتستوي على كمية المية دي. طبعا هي بتنزل السوائل بتاعتها بالدهون اللي فيها بطعم البهارات طبعا اللي احنا ضفناه، كل ده هيختلط بكوباية المية وهيخلي الكفتة ليها طعم مختلف تماما، لانها هتبتدي تشرب من المية دي. هقلبها في المية وهي بتغلي. الفترة دي انا هسيبها تستوي دقيقتين بس على نار عالية، بعد كده ههدي النار. والمية بتغلي كده لمدة الدقيقتين دي الفترة اللي اقدر ان انا اطفي النار لو انا هفرزها، لان هي بتكون نص سوا. بعد كده هبتدي اهدي النار شوية وهخلي الكفتة تكمل سوا على نار متوسطة او نار هادية شوية. كده خلاص هي استوت، مجرد دقايق بس الكفتة خلصت وبقت جاهزة للاكل. ده شكلها بعد ما خلصت، وهقطع حتة علشان نشوف شكلها. ريحتها جميلة جدا وهي بتستوي، ما احتاجتش ان انا اعمل لها فحم ولا احطها تحت الشواية. طعمها كمان جميل جدا. طريقة سهلة جدا وبسيطة وطعم مميز، تنفع قوي للرحلات وللنادي، وكمان لو احنا رايحين مصيف نقدر نجمد منها كمية ونستعملها في المصيف. ان شاء الله هتعجبكم جدا الطريقة لما تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة اللي بيشوفها لأول مرة، وشير مع كل اصحابكم ومعارفكم علشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله.